صحش لبيتكم الناس كل صار شقيتوا عاد الفترة في تونس، مش التو مازلتوا كمان. باهي، باش نحاول نختصر شوية في الأسئلة ديك، علاش اخترت شوية وما رجع باش نمشي نوري نختار كاين سؤال، علاش باش نختار كل سؤال نختار عليه موضوع هكاك نحكي فيه خير وما يكونش طويل برشا وكمان توصل الحكاية. مش لازم نعملو 185 دقيقة كل مرة، ولو اني انا نحاول اني انا نختصر بطبيعتي، انا كنت سايف الكلام ما عادش نتسايف ما عادش نشد الكل بطبيعتي خايف. حسن البنات نعاودو في لهنا في اللايف وكيما نقول في ستوري في كل مرة نهبط فيها اسك سمارة. بيان سور انا مانيش مرشد اجتماعي، مانيش كوتش دو في، مانيش طبيب نفسي، لكن العباد تحب تسالني فتنجموا تحكيوا مع العباد اللي تسال فيا مش معايا انا. الكلام هذا نقول فيه وحدي، فما حتى حد يعمل فيه دي ريكلاماسيون، لكن انا مسؤوله على اي حاجه معناتها نعملها، فهذاك علاش نبرر باش باش تكون الامور واضحه. باش كان انسان ماشي في باله لي انا مثلا مرشد اجتماعي ولا طبيب ولا مثلا كوتش ولا ما نعرفش انا مدرب تنميه بشريه، اوكي يعرف لي انا مش هكاك. مثلا كان ماشي في باله معمل يسالني على اساس اني انا شخص من الاشخاص هذوكم، وهو في باله لي انا شخص وانا مش شخص من الاشخاص هذوكم، فوكا كان شي بطل يبطل باش معناتها فوالا نبرر نوضح. وكا صح فطورك عايشكم الناس الكل، حاسين ندخلوا طول في الموضوع. ليلى انا سيد محمد رسول الله. السؤال الاول ايش يقول الفراغ العاطفي يخليك تدخل في علاقات غالطة، اي صحيح؟ الفراغ العاطفي بالطبيعة يخليك تدخل في علاقات فارغة ويخليك تدخل في كل شيء في حياتك خايب، معناتها مش حتى كان العلاقات الفاشلة، لكن وقت اللي تغزر الحكاية من شيرة أخرى تشوف اللي هي حاجة باهية برشا. مثلا وقت اللي تغزر للموضوع على أنه لك الفراغ العاطفي هذاك واللي هو يجي للناس كل خف، مش انسان ما عندوش ما تعديش على ديسيبسيون ولا ما تعديش على خيبه امل في الحب ولا في اي تجربه في الحياه، لازم خيبه الامل هما اللي تصنع التجارب معناتها عادي. في الوقت ذاك لازم مش يدخلوا في حياته عباد اخرين، يلزم مش يتعرف على ناس اخرى، يلزم باش يدخل في علاقات اخرى وخرج منها مجروح ولا منتصر، كما نجم يلقى انسان في الفوضى هذيك. كيما زيد علاش اخرج 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 كيما زيد كيف كيف ما ينجمش ينجم يتعرف على عباد خايبه تزيد تطيح له الماء في ركيبه وتزيد تخلي نظرته للحياه سوداويه برشا. والشيء ذا عادي برشا البنات، يعني يصير للناس الكل، لكن وقت اللي انت تغزر الحق ديما نقول لكم كي تغزر الحاجه بوزيتيفمون تغزروا لها خايبه ترجع خايبه ياسر. لذلك اغزروا للحكايه من شيره ايجابيه، هي شيره موجوده مش قاعده نحط لكم فيها فيوسكم على اساس نهون عليكم في محنتكم، لا هي موجوده، لكن انت بركه خاطر عينيك ظلمه بالوجيعه ماكش ترى فيها، لكن هي كواضحه راهي. وقت اللي تغزر للعلاقات اللي تتعدى بهم في فتره ما بين علاقه وعلاقه او ما بين خيبه امل وخيبه امل، تلقى روحك اللي انت العلاقات هذوكم على قد ما يكونوا سيئين وعلى قد ما يزيدوا في السوداويه نتاع نظرتك للحياه، على قد ما يعلموك برشا دروس انت ما كنتش تعرفها في الحياه، فبالتالي يولي عندك غربال عقلي اوتوماتيكي يغربل اوتوماتيكمون العلاقات الجايه. ما ينجم حتى انسان يكتسب خبره الا ما يتوجع، ما فماش انسان يتعلم من غير ما يدفع. ديما نقول لكم الحياه ما تعطيش دروس مجانيه، كيفاش معناتها ما فماش حاجه مجانيه في الحياه؟ قبيلك واحده قالت لي تحكي ياسر بالفلوس، ايش نقول لكم اي نحكي ياسر بالفلوس على خاطر كل شيء بالفلوس، تو فماش حتى حاجه بليش، تو قبل وغدوه معناتها ديما، لكن فما حاجات اثمان ندفعوها اغلى بياسر من الفلوس، خاطر كي نجيو نعاودو نسترجعوها ما تسترجعش حتى بمال الدنيا، كيما الجرح كيما الغدر كيما القهر كيما الظلم، هذوما تجارب الانسان يتعدى بهم ما يداويش نفسيته من داخل، ما تداويش بالكل حتى باي ثمن موجود في الدنيا، ثم امراض مستعصيه بمال الدنيا زاد ما تبراش. فهمت؟ مانيش نحكي كان على الفلوس، نحكي على الدفع الاخذ والعطاء، ما فماش تاخذ من غير ما تعطي، ما فماش، هو تجيك هينه ياسر وانت محظوظ جدا كي تتعلم درس من الحياه وتدفع فيه فلوس. هذاك علاش وليت عندنا توا دروس تنميه بشريه وتمشي لطبيب نفسي باش يعالجك برشا حاجات اخرى. هذوما وفما عباد اكسبيريمونتي زاده يعملوا حصص ما نعرفش شنو بالفلوس،
تجيك بدفع الفلوس تجيك جلدية على الاخر. هو اللي الانسان هرب منه انه يدفع من عمره ولا يدفع من احساسه ولا يدفع من شعوره، ذوكم حاجات ما تتعوضش. لكن والله العظيم لو كان تشوفوا قديش يرجع لكم بالنفع في تغربيل المستقبل متاعكم وانتقاء مستقبل خير، قديش توليو تشكروه من العلاقات الفاشلة. فالفراغ العاطفي نرجعوا باش ما نضيعوش، الفراغ العاطفي اكيد يخليك تدخل في علاقات سلبية وايجابية، انت وسعدك، انت وزهرك، انت وفعلك وسعدك يا فعل الخير. لكن ما تشوفيش بالطريقة دي، شوفها اللي هي تجارب في الحياة او دروس في الحياة دفعت ثمنها الم لكن خذيت درس ثمين في حياتك. المهم انك تتعلم من الدرس وما تعاودش، خاطر كي تعاود تتسمى بهيم ومتخلف وحقير ومش انسان وما عندكش عقل تتحاسب بيه نهار اخر. العقل اللي عطاولك ربي، خدم العقل، الحاجه الوحيده الجراتيوس في الحياه هذه هي المخ. مخك يا انسان راهو غراتوي، وقت اللي ما تخدموش تتعاقب عليه، خاطر مجاني، ربي عطاولك في راسك مجاني، باقي الحياه كلها بالفلوس. اوكي، وقلنا مش كان فلوس، حاجات اخرى اثمن واهم برشا من الفلوس. فخدم عقلك، اقل حاجه تخدم فيها مخك انك انت كل ما تمر بتجربه خايبه في حياتك وتتعلم وتاكل كفوف، التعلم باكل كفوف هذيك ما عادش تعاود، خاطر كي تعاود تسمك المخ اللي عطاه لك ربي ما استعملتوش. على علاش هو محطوط فوق راسك؟ انا ما اسميش امال، اسمي سمر عايشه اختي، ما عادش تعيط لي امال جمله واحده. وقت اللي تبدا عندك مخ في حياتك، اقل حاجه تستعملوا فيها انك انت الغلطه هي بيدها ما تعاودهاش، الغلطه هي بيدها ما تعاودهاش. ما ثميش حاجه متعبه في الحياه قد الانسان اللي يعاود نفس الغلطات، متعب، يتعب نفسه ويتعب الناس اللي حوله. كيفاش يتعب الناس اللي حوله؟ وقت اللي انا نجي نقول لك يزي ما عادش تقول لي امال، ترجع انت تقول لي امال، انا نخرجك من اللايف وانت تحشيلك ما عادش تتفرج في اللايف نتاعي، اللهم تعمل كونت اخر ترسيلك ساكت فيه، ما تنجم تعمل حد شيء. والا مثلا وتعبني انا على خاطر بامال دو فوا نقول ما عادش شكل حاجه. anyway عطيتكم ان اكزامبل خاطر توا جي قدامي. تعلموا ما عادش تقلقوا العبيد. كيفاش ما عادش تقلقوا العبيد؟ وقت اللي انسان يعمل لك ريكلاماسيون تاع قلق، ممنوع البوبليسيتي، اخرج من اللايف. وقت اللي انسان يجي يعمل لك ريكلاماسيون تاع حاجه عجبته ولا ما عجبتوش، من المستحسن انك انت اخرج، حاجه ما تخصكش، مش جاي اليوم انا مش نقعد نحكي له في حكايه حكيتها عامين للعبيد، قالوا ما نحبش اسمي، علاش مي مسعود انا. لذلك من فضلكم تعلموا ما عادش تقلقوا العبد اللي مقابلكم، كيفاش تكسبوا ود الناس ومحبه الناس، وكيفاش تقربوا للناس. وقت اللي الناس ما تحبش حاجه انتم ما تعملوهاش، مش هما ما يحبوش حاجه وانتم ما تعملوها، وقت اللي انتم ما تعملوها تولي انسان منبوذ من المجتمع ومسكين اللي يكرهوه الناس، خاطر العباد يكرهوك تتعب ياسر وتتعذب في حياتك، خاطر انت انسان اجتماعي اجتماعي بطبعه، كما قال العلامه ابن خلدون عالم الاجتماع التونسي. وقت اللي الانسان اجتماعه بطبع اجتماعي بطبعه وترفض المجموعه، هذا اكثر عقاب سلط الالهي سلط على راسه، باش ما تكونش انسان مزعج متسلط فاشل تافه مكروه. ما عادش تقلق الناس بالحاجات اللي يقلقوا العبيد. اكثر حاجه تقلق الناس تحب تعرفها شنية؟ اعملها لروحك قبل ما تقول كلمه خايبه لاي انسان، اغزل المرايه قولها لروحك. قبل ما تبعث مساج خايب للعبيد، اغزل المرايه وقوله لروحك. تو تشوفوا قديش يوجع، تعرف اللي هو يقلقك العبد اللي بحذاك، فما تعملوش، فتقعد طول عمرك انسان رفيع المقام، محبوب، مرغوب. وقت اللي تحب يساعدوك يساعدوك، وقت اللي تحب يقفوا معاك يقفوا معاك. يكذب عليك اللي يقولك ما فماش ناس تعاون وما فماش ناس تحب، فما. لكن الشخص اللي يتشكى ياسر بطبعه هو انسان مزعج ورديء ومقرف، فهمت شنو؟ فالعباد تتقزز منه وتمذم المجموعه، تبزق عليه وتعاقبه ويسر تعمل له فازت خايبه، فيولي يقول لا العباد خايبين. لا العباد مش خايبين، انت خايب. اش بيك عمرك ما وقفت بينك وبين روحك وحاسبت نفسك وقلت علاش العباد ما تحبنيش؟ اكيد انت انسان مزعج، اكيد انت انسان متطفل، اكيد تسال اسئله خايبه ما يحبوهاش العباد، اكيد تدخل في خشمك في حاجات ما تعنيكش، اكيد تثلب الناس في ظهرها، اكيد مكش طيب، اكيد شرير، اكيد عينك حاقده، اكيد قلبك خايب، اكيد الانرجي نتاعك ثقيله، اكيد ركيك ما غير مهذب، فهمت شنو؟ فالعباد ما تحبكش. وقت اللي ما تحبكش تعبر لك العباد على الكره نتاعها تريبل ميل معناتها، فهمت شنو؟ فتولي انسان منبوذ وتقول العباد خايبين، العباد مش خايبين، انت منيك سامحني خايب. اوكي باه، هذه بالنسبه للفراغ العاطفي. شفتوا موضوع يتفرع على الموضوع، الموضوع الموضوع باه. ليلى سيد محمد رسول الله، جي 21 نو وما نجمش نغزر لطفل اصغر مني. معناتها هي عندها مشكله ان هي عمرها 21 سنه، هي صغيره وما تنجمش تغزر واحده اصغر منها سوا ديزون في عمر 20
19 18 17 والعمر هذيك مني حتى بنهار سي ديجا اكستريميست على الاخر في القرار نتاعها. نحب شكون اللي نجم يفرض عليا ارادته وهيك ما كلامي نتاع بورديل الرخص اللي نكرهه انا. باهي ما نحبش اللي قاعده نحلله في مشكلته تتغشش مني. انا مانيش قاعده نتقبح فيك ولا سامع فيك في كلام خايب، انا نقول لك في الكلام اللي باش يقوله لك المجتمع يوما ما. فما تقولوليش اش بيك تجاوب بطريقه قبيحه، الحياه تجاوبك بطريقه قبيحه. فخنقولها لك انا قويله خير من اللي تسلط عليك عقوبه الدنيا فيها حتى رحمه. خنقولها لك انا في وجهك كي زلاطه بلاط ما يرى فيك حتى حد. خلي يسبوني انا ومش يسبوني انا في الاخر، يقولوا اش بيك تحكي كيك. يسبوا ما يتبعوا مش مشكله، حاش بيهم يتبعوا ما يسبوا مين منيش، وديجا قاعدين يتبعوا بكثره. لكن انك انت تتغشش مني ما تتغشش مني على خاطر انت ما تعرفنيش. خليني نقول لك الحاجه اللي باش نقولها لك الدنيا. يا مدام انت تمارسين في فعل الرخص، نفهمكم علاش الرخص خايب. مش على خاطر الرخص خايب على خاطر انا نحقرك ولا انت، لا، الرخص خايب على خاطر الانسان ربي خلقه عزيز نفس. ربي خلقك صورك حطك انسان من روح الله، نفخ فيك نفخه من روحه، روح الله موجوده فيك. كيفاش ما تعزش نفسك وقت اللي روح ربي فيك؟ كيفاش ما تحبش نفسك؟ كيفاش ما تخليش نفسك رفيع المقام؟ علاش وقت اللي هو ربي عزك؟ علاش؟ علاش ترخص روحك؟ علاش تحب شكون يفرض عليك رايه؟ بالنسبه تو باش نجاوبك على البارتي الاولانيه بتاع ما تحبش انسان اصغر منك، من حقك. انا مثلا سمره ما نحبش انسان اصغر مني حتى بليله، ما نحبهاش تو. ما نعرفش من بعد شنو باش يصير، ديما نحكي تو عم جاي نجم نبدل راي، اوكي؟ مانيش نعظم خاطر ثم عبيد حبت ناس اصغر منها ومنهم اصدقائي والعبيد اللي دايرين بيا، فما نجمش نلوم عليهم على خاطر بالرسمي كي ريتهم كيفاش الديمارش نتاع حياتهم، لومت على روحي كيفاش كنت نلوم عليهم. لكن انا الى حد هذه اللحظه احبذ ان يكون الراجل اكبر مني على الاقل بخمس سنين. باهي باش نجم يكون فما اكيليبر فكري، مانيش نحكي على حاجه اخرى، باش انا وياه فكريا نبداو متفاهمين، واضح؟ نحينا الحالات الخاصة اللي ساعات تلقى واحد صغير مخه كبير، ما تبداوش تخصخصوا في الحكاية وتقلقوا فيا، نحكيو جينيرالمون أنا، فهمت؟ باهي. لكن أصغر، لكن أنا ما نشوفش مشكلة مثلا لو الراجل أصغر منك بعام عامين ثلاثة أربعة، ماهمش برشا، ماهمش برشا، خمسة ماهمش برشا، واحد نحكيو على إكيليبر نتاع عمر وقت فما 10 سنين راه ما بين المرأة ما بين المرأة والراجل، والعكس صحيح. ها؟ كي يبدا الراجل أكبر من المرأة 10 سنين باهي ياسر، أما المرأة أكبر من الراجل 10 سنين برشا. هكا كمجتمع شرقي نفكروا هكا نحنا، صحيح غلط، هو ماهوش صحيح راه، هو مش صحيح. هو سيدنا محمد معناتها خذا المراه اكبر منه الاولانيه اللي حابه، لكن يعني نحنا من لا يمثل اكيد. فانا شنو نقول لك؟ نقول لك اللي راهي ماهيش مشكله كبيره كما القدر اللي ترى فيها انت، لكن هذا اختيار وما ندخلش فيه. فهمت؟ ما نجمش نقول لك صحيح وما نجمش نقول لك غلط، على خاطر هو اختيار شخصي ما يضر حتى انسان. ما دام الاختيار نتاعك شخصي ما يضركش اولا وما يضرش الناس ثانيا، فما فماش علاش باش تقول عليه صحيح ولا غلط، هو فقط اختيار. كيما انا نحب اللون الاحمر انت ما تحبوش، ما نجمش نناقشك في الموضوع هذا نقول لك عليه ما تحبش ونقعد نفسر لك. بيخ دينيرجي، انسان قاعد يضيع في الانرجي نتاعو لا اكثر ولا اقل. باهي. لكن وقت اللي تقول لي انا نحب انسان اللي يفرض عليا رايه ما عجبتنيش في الكلمه ذي، تدل على ديمارش نتاع واحده ماشيه وباش تولي قرنيطه نتاع رخص. معناتها وقت اللي يكبر بيك العمر توصل لعمري انا تولي قرنيطه في وسط النساء. علاش تولي قرنيطه في وسط النساء وقت اللي انت كيفك كيفهم، حبلوا بيك كيما حبلوا بيهم، جابوك كيما جابوهم، كبروك كيما كبروهم، وحبوك ودلوك كيما دلوهم. علاش انت اصطفيت نفسك من بين الناس تكون قرنيطه قرنيطه الرخص؟ ترخص روحك، ترخص اللي دايرين بيك، ترخص مجتمع كامل بعدك. حرام عليك، ندعيو بيك ليوم الدين، صار صوت كامل يدعي الله اكبر الله اكبر. علاش؟ على خاطرك انت انسانه تحب الرخص، تحب يمارس عليك فعل فرض الراي. علاش؟ انت صغرتها قلت لي نحب شكون يفرض عليا راي. الكلام نعمه كبيره، لو كان ما تعرفوش كيفاش تكلاسيو وتدخلوا لعمركم للحبوسات. وقت اللي تجي العبد تقول نحب شكون يفرض عليا راي، لا، لكن تنجم تقول لي نحب شكون شخصيته اكثر اقوى من شخصيتي، نحترم هذا الراي، ما يدخلش تحت سقف الرخص. لكن كي تقول لي نحبه يفرض عليا رايه، لهنا دخلت تحت الرخص. معناتها انت عندك مرض اسمه نسيت اسمه، لكن هو مرض نفسي، خاطر الانسان السليم نفسيا ما يحبش شكون يرخصه، وما يحبش شكون يفرض عليه رايه، وما يحبش شكون يأمره. ما نحبوش، احنا ما نحبوش على خاطرنا سليمين نفسيا. وقت يبدا عندك خلل نفسي او خلل عاطفي، خلل نفسي مش خلل عاطفي، اكيد اكيد باش تحب شكون يسلط عليك معناتها السوميه. انت تحب شكون يكون واحد بالقرباك على راسك هكا؟ عليه عليه
مريضه يلزمك تتعالج، مسيرش ما فما حتى مشكل، انا مش نعاير فيك، انا بالحق قاعده نقول لك في كلام صحيح. يا ريت لو تشوف حل المشكله نتاع انك انت تحب شكون يفرض عليك، راهي تحب شكون يامرك وكل حكايه هذوكم، راهم مرض والله ماهم حاله طبيعيه ذوما، خاطر نورمالمون ما تكونش تحب هكاك، نورمالمون كانسان عادي معناتها. فهذه انا مانيش معاك فيها وحتى حد ما يجي معاك فيها، اوكي؟ باهي. علاش هذيا شويه هكا استفزتني، علاش لساني طويل مع عائلتي ومع صحابي ما نجمش ناخذ حقي، مش انت بركه ونعارك معناتها نخاف ما بين قوسين. المازوشية برسمي سيت فيما فوالا ريم البنا مرحبا بيك بيناتنا، قالت لك ريم البنا المازوشية اسمها هادي. فلهنا صح شريب، فلهنا يلزمك تعرف يا مدام اللي قلت لي انا نعارك في صحاب في دارنا وقبيحه سالي طويل مع صحابي ليه ما نحبش ونخاف، ما في حد شيطان فسري لك الحاله. الحاله انك انت تعرف اللي داركم يحبوك، وهذايا تحت بند الرخص، نفس بند الماسوشيزم هذا اللي قالت عليه ريم، نفس هو نفس المرض، لكن كل واحد شيء من شيره كي عرفت شنو. انت جيتك من شيره فظيعه معناتها، علاش عائلتك اليوم علاش كي عبدي حبنا المرمدوه، ليه يا قلبي نسهروا ليه غرامك حيروا. اسمعوا شيء غريب نتاع جورج وسوف تحكي على الحاله دي، علاش اللي يحبكم تمرمدوه، عليه معناتها هما داركم خاطر يحبوك، خاطر انت تعرف لهم يحبوك، وخاطر تعرف لهم يسامحوك، يعديولك وما يضروكش، فخليت في البلا. وذي كان يدل على حاجه، يدل على ذله النفس، النفس ذليله من داخل، نفسك ماهيش عزيزه، نفس ذليله اسمها. علاش نفس ذليله؟ علاش؟ على خاطر انك لا تقابلين الناس بنفس الفعل، وقت اللي انا نحبك انت ما تحبنيش لازم انا نولي ما نحبكش. يصادف اكيد عادي اني انا نحب انسان يطلع ما يحبنيش، او هو ما يحبنيش وانا عندي قلب يحبه، اوكي الحب هذيك حاجه مش نتحكموا فيها من عند ربي بنيت عم، لكن الفعل والتصرفات النجم نتحكموا فيها. فهمت؟ شويه شويه تبدل القلب. وقت اللي انت ما تحبنيش انا نجم خاطر نحبك ما نضركش، لكني نبعد عليك، ما عادش نكلمك، ما عادش نختلط بيك. لكن وقت اللي تبدا انت تحبني ونلث وراك السنتيمتر وقد هكا، وانت تضرب وانا نبوس وتضرب وانا نبوس، سي اون مالادي، سي لا مالادي دو بوجي بوجي اون ساسوا بلو. سي سا اكزاكتومون لا مالادي. يلزمك تفهم اللي راهم عائلتك على خاطرك تعرفهم يحبوك يودوك، ما همش باش يضروك، ما يعاقبوكش، يعني سو دو سويت قاعده تاخر عليهم في البلا. وصحابك اللي هما شخصيتهم اقوى من شخصيتك، كيف كيف تعرف اللي هما ما همش باش يردوها لتالي معاك، تعرف اللي هما ما همش ياسر قايمين عليك، كيف كيف ما همش ياسر هكا معناتها وجودك مهم في حياتهم، وانت تعرف شيء ذا ورغم ذا ذله ومهبطه ذله. علاش؟ علاش؟ علاش انت انسانه تحب شكون يمردك؟ على خاطرك انسانه مريض، عندك نقص نفسي، ما فما حد مريضه، مش مريضه راهو مش عيار، كلنا مرضى. المريضه مش معناتها نعاير فيك او نجرح فيك، بالحق انت انسانه مريضه، على خاطرك الانسان اللي يحبك تعذبه واللي ما يحبكش ما تحبه، معناتها هذا مرض العصر في بالكم توت اون جينيراسيون هكايا. بالحق جينيراسيون كامله، الجينيراسيون اللي جايه بعدي انا من 15 جينيراسيون، خاطر بين جينيراسيون جينيراسيون كنت 30 سنه، لكن نحكي الدفعه اللي بعدي انا طول جيت عندها مرض الرخص. قداش تحبوا شكون يمرمتكم؟ احنا الجيل الذهبي ما نحبوش شكون يعمل لنا كيك، ما تربيناش كيك، خاطر تربينا نلبسوا الكسوه ونبدلوها وقت اللي ندوشوا، مش كل يوم نلبسوا حاجه كي يمشيوا للواحد، وتربينا لبست العيد معلقه، وتربينا ما نهزوش عينينا في والدينا، تقعدنا نفسنا عزيزه 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 يا عزيزه عزيزه. علاش عندكم مشكله في عزه النفس؟ برشا بنات مش الكل ما نعممش، لكن راهو برشا. يلزمك يا مدام تقلب الآية، كيفاش تقلبها؟ ما نعرفش عليك، تتشقلب مع مخك، تلبس واحدة عصابة على راسك، تلبس سبيدري أديداس، أديداس باهي ياسر خفيف، ننصحك بأديداس كأحذية رياضية، وتبدا تتكربس تتكربس، حاجة ما تخصكش، وتبدا تتكربس 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 مع مخك لين يركح مخك، مع أنك تعامل داركم بطريقة باهية، وتعامل الناس الأخرى مش بالخايب، لا خاطر يكرهوك، تعاملهم كيما يعاملوك. عاملوك بالكدا تعاملهم بالكدا، ما عاملوكش بالكدا ما عندكش قوت. نفهم ثم عبيد ما تنجمش تجاوب، عندك برج الميزان عنده مشكله كبيره في الاجابه وفي المواجهه، ما نجمش نفرض عليه حاجات انا فهمته بالكدا. مثلا حد ما يسالني على برج جوست تحكي تحكيه وكا، ولكن ثم عبيد راهم ما ينجموش يواجهوا، ما ينجمش يقول لك واش بك تعملي كيك، ما ينجمش يرجع لك الكلب، سي ان كاركتير، ما تنجمش تحط الناس كل سواسيه نفس الطبع. ليه؟ انا فهمت، لكن انا مش نعطيك حل اخر، يمشي على قد طبعك، ما عادش تكلم.
اذا جيت العين في العين السليم، نعرف انت ما عندكش الجرأة باش ما تدخلش السليم، ونعرف مازلت نفسك ضعيفه على الشيء هذا، ما يصيرش. انا ما قلتلكش ما تنجمش ما تعملش، مش نضغط عليك بحلول نعرف مش تعملها. ما عادش تكلم الانسان اللي جرحك، اجبد روحك منه او خلي علاقتك بيه سطحيه. كيفاش تخلي علاقتك بيه سطحيه؟ معناتها في صوره ما اذا فرضت عليك الحياه وجوده كما ان كما غاد دو كلاس، معناتها لازم يقرا معاك، تو با فهمت. حاول حسوا انه هو انسان ماهوش باهي بالتجاهل، التجاهل نتاعك او التجاهل البسيط، على خاطر ساعات ما نجموش نجيلو انسان 100% فرونت اوف يو اول ذا تايم، ما تنجمش تطفيه كومبليتمون، لكن تحاول تقلل وتدلل الكلمه بحسابها، الغزره بحسابها، نقعد وحدي ما نحكيش معاك، نعمل عبيد جدد. تعلم انك تدخل في علاقات جديده دائما وابدا. وقتاش تولي تنجم تعمل علاقات جديدة؟ وقت تكون شخصيتك قوية، وقت تكون إنسان مهتز نفسيا، شخصيتك اجتماعيا ضعيفة ياسر، أكيد باش تقعد ديما محافظ على نفس المجموعة اللي تصدق لك، عشانك على راسك. فهمت شنو مشكلتك؟ اللي انت ما تنجمش تخرج من المجموعه هذيك خاطرك نفسيا فاشل، ما تقدرش تبني علاقات اخرى. ليه؟ تعلم انك تدخل الصمت الرهيب ياسر قوي، ما تنجمش تعمله، صعيب. وقت اللي انت سامحني قصيتول على افكاري، تدخل في علاقات جديده، تعلم انك تدخل في علاقات، وتعلم تعمل العلاقات علاقات سطحيه، تعلم الناس الكل تكون لك محطات في حياتك، مش كل واحد تران تركب فيه. فهمت شنو؟ الناس محطات نقفوا نرتاحوا فيها كهو، كما غدو كلاس، نقعد نحكي معاه شويه في القرايه، شويه في درا شنو هذاك، نشرب معاه قهوه شويه، كلمتين وقص كهو، باي باي مع السلامه، مش ندخلك في حياتي ونقعد نروح للدار نبقى نحكي معاك 24 ساعه. اعملوا الكتاب صاحب، الكتاب صاحب عمره ما يدور على موليه. كي تروحوا تعلموا حلوا حاجات اقراوها، اقراوا اقراوا. انا الوحده نتاعي باش معبيتها بالقرايه بيكم انتوما، وكاو ما ندخلش في علاقات مع حتى انسان. معناتها انا العباد اللي تحكي معايا في البريفي كل واحد فيهم يستنى في علاقه، ما نتعملش علاقه مع العباد، نعمل معاك عاتبي، معناتها ما نكلمهمش، ما نعملش معاهم علاقه، معناتها ما نجيبهمش، معناتها ما نتعاطفش معاهم، معناتها كي يحتاجوني وانا نقدر ما نعاونهمش، اكيد نعمل الحاجات الملزومه الكل، لكن صحاب وتي تي تي وها وكلي ليه؟ ليه؟ لكن عندي برشا معارف، خايبه برشا الوحده، رد بالك تقعد وحدك، خاطر خايبه انا عملتها ومن بعد رسيت ندفع في ثمنها غالي جدا. تقعدش وحدك، حاول انك انت المجموعه اللي ما تضحكش تخرج منها سيلونسيو، خلي العلاقه معاهم سليمه، علاقه سليمه، وتدخل في علاقات جديده، وما تعمل راس مال من حتى حد، اخسر وفالق وقول ما لا راح. وكما قلت لك عدل الكفه، الكفه عندك طايحه برشا. السؤال الاخراني، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، نحس روحي وحيده وما عندي ثقه في حد واقل فازه من اي عبد، نبعد. هذا عملت الكونترير نتاع كومبليت، فهمت؟ لين ولد حياتي فارغه لا معارف لا اصحاب، نفس الكونتينيتي دو سوجي كملوا فيه. 99% من العبيد اللي تدخل في علاقات فاشله تكرارا مرارا وتكرارا، تولي تنزوي وتختار الوحده سبيل الهروب من الواقع المر. ان شاء الله نكون الجمله واضحه بالنسبه لكم. هذه مرحله وليست حياه، راهي مرحلة لازم باش نتعداو بيها الناس الكل كي نبداو مجروحي، ما فماش مشكل، لكن ما لازمهاش تستمر إلى سنين طويلة كما استمرت معايا أنا. استمرت مدة 5 سنين وحدي، عندي نسرين صاحبتي فقط تنقابلها في المناسبات والأعياد، زادا هي نتكلم وقت اللي نبداو مستحقين بعضنا في حاجة لا أكثر ولا أقل. أمي بنتي نكلمهم بقانون، راجلي نحكي معاه مش برش، علاش؟ على خاطر عندي عالم من الالام عايشه فيه وحدي. صحيح ماهوش مطيحني، مقويني برشا، لكن وليت جيفيت انه انسان يجرحني قلبي ولا رهيف برشا، ما عادش يتحمل حتى وجيعه. وليت نحس في روحي اللي انا نهز في القفه للعباد غيانك باش ما يجرحونيش، خاطر انا انساني قدن هكايا وخايبه واكستريميست ياسر في الغش نتاعي، نضرب نكسر، ما نجمش نعرف روحي شنو نجم نعمل كي عبد يستفزني. فوليت جيفيت حفاظا على صحتي، خاطر صحتي تتعب وليت بعد كل كريز دي نير. وكيف كيف ما عادش نحب نخسر العبيد، خاطرني اكستريميست ياسر في الاجابه نتاعي، ينجم يكون الفعل هكا لكن رده فعلي انا تولي هكا، علاش؟ خاطر قلبي معبي. الو الفو فوار اللي هذه مرحله، لكن ما لازمهاش تكون كونتينيتي. عادي كانسان عندك كميه من، احنا رانا كتله من الشعور، الناس كل احنا كتله مغطيه بالحمى، كلها مشاعر، عروق ومشاعر كلها، فاكيد عادي انك تتفاعل مع الاحداث. وما اخيبوا العبد البارد وما ابلدوا العبد البارد،
انسين انسان حي قلبه حي يتحسس ياسر. انت مش حس خاطرك ضعيف، خاطر قلبك حي، افهموها هذه. الانسان الحساس ضعيف، ما هوش ضعيف، قلبه حي، قلبه حي. بالعكس الانسان الحساس قوي برش. لازمكم تفهموا اللي الاحساس المفرط ما عنده حتى علاقه بقوه او بضعف الشخصيه. فلهنا اكيد كي بتتجرح وتصير لك برشا تجارب في الحياه خايبه، وخاصه تبدا متكرر، معناتها ما كان ما فماش حتى ربع راحه ما يعطيوهالكش اللطف ورا بعض الغدره والحشوات. تنزوي في ناس طول معاهم حياتهم الكل راهو ياخذوا قرار عاد قرار صار من وهم يعيشوا واحد غلط. القرار هذا باش عرفتوا اللي هو غلط، عرفتوا اللي هو غلط وقت اللي دخلت في الحياه بزنس لايف، معناتها وقت اللي حبيت نعمل مشروع، وقت اللي حبيت نقدم في حياتي على ارض الواقع، وقت اللي حبيت نعمل حاجه وندخل لستيب اخر بروفيشنال او مور بروفيشنال. لقيت روحي اللي انا انسانه انطوائيه ما كنتش نعرفها في روحي، نقعد مع العباد ينتكلم انا جمله يا نسكت انا جمله، وليت نسمع اكثر من لازم، وليت ننتقي كلامي اكثر من لازم، مش احتراما في الناس، لا احتراما لوجود الناس وذاتهم البشريه الاكثر الاقل، واحتراما لمشاعري انا اللي نحب حتى انسان يتعداني بحتى كلمه، خاطر انا فيسع نقلب على الوجه الخايب الاخر نتاعي. فلذلك وليت نحاول اني نحافظ على صورتي ونحافظ على علاقتي مع العبيد بالسكوت. السكوت نعمه راهو في برشا حاجات، لكن لقيت روحي اللي انا ياسر ايزولي على العبيد. كي نبدا في مجموعه كبيره نتقلق، كي نبدا في بلاصه معبيه بالعبيد نتقلق، كي تبدا برشا عبيد تحكي مع بعضها نتقلق. علاش؟ على خاطر عندي كشف، عندي جهاز كشف الكذب ماشي معايا، اللطف ماذا بيا نقلعه من عروق قلبي. معناتها كي تبدا تحكي نحس الكذب يحشي فيه، ما عادش نسمع، فهمت؟ وكثر الكذب ياسر عند الناس، كذب 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 قتل والبص والفيس دون فاسون انكرويابل. بغيف لقيت روحي اللي انا وقت اللي جيت باش نعمل يدين وساقين، لقيت روحي قاعده معلقه ما بين هو وفضاء، ما نعرف حتى شيء، ما نعرفش وين نمشي، ما نعرفش كيفاش نجي، ما نعرف حتى شيء، ما نعرف حتى شيء. الكتب ولا انت ما تعطيكش معلومات اكيده، لازمك تخالط العباد، لازمك تعرف. الور رجعت ارجع داير ما يدور من حياتي، تو عندي بريسك عام، رجعت نبني في علاقات سليمه. كيما قاعده نحكي لكم قاعده نطبق على نفسي، انا بدي ثم برشا حاجات نحكيها لكم وانا مازلت عاجل باش نطبق على نفسي، يعني مانيش قالت لكم باش تكونوا سوبر وومنز كلكم، ما تنجموش، عرفت شنو هو. لكن تي تبتي وقت اللي نحاولوا والله والله نوصلوا، والله نوصلوا، هاني انا بديت نوصل، هاني نرامي روحي بالحق، مش سهل اللي نقول فيه، والله ما هو سهل تطبيقه. معناتها مانيش نقول لكم في كلام نحبكم غدوه الصبيح تصبحوا تعملوه، ليه؟ لكن حطوه في مخاخكم، حاولوا تعملوه بشوي بشوي، اعملوا بشوي بشوي حتى ان شاء الله على 20 سنه، مو بعد 20 سنه اعمل حاجه الزب، مش تموت كيما مشيت دخلت لها الحياه كيما خرجت منها، والله علاش هكا الزحمه. انا عندي عام قاعده نحاول نحدد نحسن علاقاتي، لا نخليك تتعدى عليا، كنت ياسر مسيبه، ياسر حنينه، ياسر سكيبه روحي، وليت نعدل في الكفه، عرفت نلزمك حدودك من غير ما نخسرك. قبل كنت نقص عليك الماء والضوء جمله واحده، دارت الدنيا ونرقك العباد هذوكم، يا ريتني خليتهم، خاطر كنت نستحقهم حتى في هزال تليفون استشاره، لكني قطعت معاهم العلاقه بطريقه خايبه، فهمت؟ ما خليتش باب للصلح، كانت امي تقول لي اخسر وفارق وخلي باب للصلح، فهمت؟ مخر ياسر، الحمد لله جرب، فما غيري ما حبش يفهمها جمله. خليو باب للصلح وقت تتعاركوا عبد، وخليو باب للصلح وقت الانسان يعملكم فازا خايب. بربي كيسكو فوز اتوندي من العباد الزحتي، سي نورمال باش يعملكم فازات خايبه، ثم الغيره، ثم الحسد، ثم البغض، مالي الناس وانتم ما تعرفوهم، ما تعرفوا هذا الكل، كمان تمشيو بجوارحكم الكل، تتجرحوا من بعد تنزويو، لا ما فماش، الغلطه هاي مني مش منهم هم، اللي انا نعرف العباد خايبه ونعرف اللي هما يكذبوا ونمشي معاهم بمشاعر لاقصى الحدود، نتجرح نقص بالميت وقت اللي نستحق ما نلقى حد. غلطه كبيره ياسر، الفلوس اللي عندك مش باش تدوم لك حياتك الكل، العباد المجموعه القريبه ليك اللي هي امك وراجلك واخواتك وكل عندهم حياتهم، ما ينجموش يفهموك في كل شيء، يلزمك في كل دومين عندك اصحاب، يا ريت تعمل صحبه مع المحامي، تعمل صحبه مع جارك، تعمل صحبه مع بنات دومينك. لو كنت تلاحظوا عليا انا عمري في حياتي ما نجبد البنات اللي معايا في نفس الدومين بالخايب، علاش؟ على خاطر ما نعرفش الدنيا ونستحقهم، يستحقوني، فماش علاش، معناتها علاقتي سليمه معاهم وكل وانا فرحانه، ما نصورش روحي نهار في ايفينمون ولا نتقابلوا في بلاصه واحده باش دور وجهها مني، تعرف ما عملت لهم حتى شيء لكل خاطر، فهمت شنو؟ حتى فما اللي ما يحبنيش واللي ما نعجبوش ما يتبعنيش، بيعه هو حر، لكن ما نجمش يقول لك ما نجمش راني في بلاصه يدور وجهه خاطر ما ضريتوش، ما ضريتوش، ما قصدتوش، ما جيتش عليه، ما قلتش اسمه في حتى بلاصه، فقاعده نحتفظ على علاقاتي. مش نوع من النفاق الاجتماعي لازم نعيشوه، النفاق الاجتماعي يتقال عليه كلمه نفاق اجتماعي، لكن والله راهو استراتيجيه صحيحه ياسر. ما احلاه صحبه مصلحه كما قلت انت زينب، صحبه مصلحه علاش لا؟
فهمت شنو هو وقت اللي هو انسان ما ضركش ديريكتومون، علاش انت تمشي تنبش وراه وتكشف له في ستر وتضر فيه زعما زعما تكشف فيه قدام العباد؟ سوا سيغ العباد اللي قاعده تتبع فيه ما كل شيء، فما حتى واحد بيمرا، فانت ما تكونش انت جايبها الرب الاعلى اللي باش تخلص المجتمع، انت حتى تصلح روحك، كل واحد عنده ديفو قد راسه، فهمت؟ الفوفوار اللي والله العظيم كي تربحوا العلاقات تكون سليمه سليمه، وكل انسان تحطوه في الاطار نتاعو، تعرفوه ساقط وكذاب واحد تحطوه في اطاره، تمدح حدوده صرفك لاخرى، فهمت شنو هو؟ لكن اذا ما تمديش حدوده مع انت لي ليميت اللي تعمله ما نتصورش هو يتجاوز، لكن اذا تجاوز صرفك الخراب ولا عليه باقي صخره. لكن صدقوني يا البنات ما فماش علاش باش تنزويو، تبعدوا على العباد وتكونوا وحدكم، ما خيبه الحياه مع الواحد، احنا رانا ناس تخلقنا لبعضنا، والله العظيم كيما انت قلبك يحب وكيما ترى العباد باش تجي معاك، معناتها ما تبداش عندك نظره ماساويه ولدك غدار وذاك كذاب باش تجيك العباد هذيك، نعرف هذه باغ اكسبيريونس، خلي يقول العبيد باهيين ثم ولاد خير. اسمعوا البنات اذا كنت فهموا حاجه، العبيد الكل البنات والولاد اللي تبعوا فيا، راهو مادام فما الحياه مازلنا عايشين فيها وما تقلبتش الاخره، معناتها راهو مازال فما خير في الدنيا. باين انسان كيكون دبلوماسي في حياته، فهمت شنو هو؟ وقت اللي مادام فما عايشين مادام فما خير في الدنيا، وهما حتى واحد فيكم اللي يتفرج فيه ما عرضوا حتى انسان باهي، بالعكس يمكن اقليه لكن موجود، ما تنكرش ما تكذبش على روحك، ثم ناس باهي. فما ناس باهي. ما همش برشا شويه، يما عدا المليح يبطا، والباهي ديما منه شويه، راه الباهي ديما منه شويه في كل شيء، في الماكله في اللبسه في المكياج في الزين في كل شيء، الباهي ديما منه طرفونه هكا شوي، فهمت؟ والخايب ديما مكتس هكا بودور هكاك، حتى العباد احنا كجناس العباد الخايبه مكتسه والعباد الباهي شوي. وساعدك يا فاعل الخير، اعمل الخير ديما يجيك ولاد الحلال في طريقك، والله 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 ما تضرش، ما تعملش من العباد الحاجه ما تحبش اللي يتعمل لك، ما تبداش تكذب على العباد وانت ما تحبش يكذبوا عليك، ما تبداش انا هذه اللي رفيق كلكم تبخيسكم وبرشا منكم، ما نقولش كلكم خاطر التعميم خايب برشا، ما تحطش عظامك كله فرد قفه يتكسر كله على بعضه. وقت شوف الحاجه اللي تمارسها على العباد باش ترجع لك، تمارس عليهم الكذب يرجع لك كذب، تمارس عليهم الكلام الخايب يرجع لك كلام خايب، تمارس عليهم الضغط يجي تمارس عليك الضغط عادي. انا يعني علاش يتقال لي كلام خايب ويتقال للناس الكل سونز اكسبسيون، فهمت؟ لكن انا زي تقال لي كيما برشا ناس يتقال لهم، خاطر انا بدي نقول فيه الكلام الخايب بس نورمال باش يتقال لي الحاجه. اخزر لي تحصد ديما اللي زرعته، شنو هي تزرع تحصد؟ تزرعش كعبه تفاح تطلع لك ثومه، مستحيل. زرع ثوم يطلع لك ثوم، زرع تفاح يطلع لك تفاح، هذاك هو. كيما تحب العباد تتصرف معاك تصرف معاهم، كيما تحب العباد تعمل لك اعمل لهم، ما تكونش مندفع الكونترول الفولون ديما، وخلي علاقاتك سطحية، خليك على وجه المية باش ما تغرقش، خليك ديما على الشط، ما تدخلش لداخل خاطر صغيصك باش تغرق، ثم ناس عوامة تدخل تخرج، ثم عباد تدخل ما تخرج، فهمت شنو؟ فخليك على سطح المية كي تعيش خفيف ونظيف، ما تنزويش. الوحدة خايبة ياسر تسبب لك العديد من الأمراض النفسية القاتلة، ردوا بالكم من الانزواء والعيشة واحد. وشوف الإنسان على قد ما هو راهو قديش صعيبة الحكاية، خاطر الإنسان على قد ما يكبر تجربته في الحياة، على قد ما يكبر النضج نتاعو، على قد ما يكون مستوى الذكاء نتاعو عالي، على قد ما يكون منزوي وقاعد وحده، خاطر يشوف في البلاهة والاستعباط والخرا والكذب والنفاق داير بيه، فهو ما يحبش يكون موجود في العالم هذاك، وشوية شوية تتطور بيه الحالة إلى الانتحار، يقول أنا مش بلاصتي الدنيا هذه، أنا بلاصتي الدنيا أخرى، سيرتو عاد يدخل في الكفر والتوحد والواحد، هكا ويعطيها كعبة سوسي، عرفت شنو؟ فوالا. كاو البنات هذاك اش حاب نقول لكم اليوم، ان شاء الله لايف خفيف نظيف، نحبكم من قلبي من داخل، تصبحوا على خير. اللايف تلقاوه على اليوتيوب نتاعي شويه اخر، يلا باي باي. اليوتيوب ليدي سمارة.